الزلفلام المغنية دوا ليبا في شخصيتين. كل مرة تفاجئنا المغنية الجميلة البريطانية البالغة من العمر 22 سنة دوا ليبا بكليب متقن وفيه إبداع خاص. بعد أغنيتها المصورة نيو رولز التي أعجبت الملايين وتجاوزت مئات ملايين المشاهدات على اليوتيوب واحتلت مراتب مهمة في المخططات الموسيقية العالمية، جاءتنا النجمة بفكرة جديدة في كليب بعنوان I don't give a f. في الفيديو الجديد لدوا ليبا سيكون لديك فرصة لرؤية المغنية في فيديو يضم معركة بين مجموعة من النساء باللونين الأزرق والبرتقالي. أنيقة جدا في زي بدلة تتعارك مع نفسها في حركات راقصة متناسقة وجميلة. تقول دوا ليبا عبر تويتر: أنا متحمسة جدا لأريكم الكليب. وأوضحت أيضا أن هذا المقطع سوف يظهر الجانب الخاص بك القوي والضعيف اللذين يقاتلان بعضهما البعض لتتعلم احترام الذات التي من شأنها أن تساعدك على التغلب على كل الأشياء السلبية في طريقك. المواجهة بين الاثنين من دوا ليبا لا تصدق، تقنيات مرتفعة، وقد تطلب تصوير هذا المقطع الكثير من العمل. كما قالت المغنية على تويتر: كان الفيديو I don't give a f الأكثر صعوبة والأكثر تطلبا للتصوير. بدأنا التصوير ابتداء من الساعة 6 صباحا وانتهينا في 4 صباحا من اليوم التالي، ولكن كان يستحق ذلك. أنا فخورة جدا ومحظوظة جدا، شكرا لكم على حبكم. في الجانب الفني لهذا الفيديو الإبداعي نكتشف سترومي. على الرغم من انسحابه من عالم الموسيقى، فالمغني البلجيكي مستمر في العمل مع فنانين آخرين، كما أعدت الرقصات المبدعة ماغيون موتي. ومن المعروف أن الراقصة الفرنسية لها العديد من التعاونات مع سترومي في أشرطة الفيديو الخاصة به. شاهدوا الكليب واتركوا لنا رأيكم في تعليق، ستجدون الرابط أسفل في الديسكريبشن. شكرا على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.